وجودك بينور الحياة وبيسعد كل اللي حواليكي. بس سرطان الثدي ما بيفرقش معاه سن، وفي لحظة ممكن يطفي نور الأمل فيكي. بس وعد إيفن ليكي، هتعيشي كل لحظة في حياتك وبضحكتك هتنوريها. ولأن الأول معلومة آخر نور، مع إيفن هنتعرف على مجموعة أسباب ممكن تعرضك للإصابة بسرطان الثدي في أي وقت. مع بعض هنتعرف على المخاطر اللي ممكن تعرضك للمرض مهما كنت صغيرة أو كبيرة. مع بعض هنكتشف أعراض سرطان الثدي بدري، وهنعرف إمتى ناخد الخطوة ونزور الدكتور قبل ما سرطان الثدي يطفي نور الأمل فينا. وحق كل ست إنها تعرف أكتر عن سرطان الثدي، إن الاكتشاف المبكر للمرض بيوصل نسبة الشفاء ل100%. اللي أوله معلومة آخره نور، وده وعد إيفون ليكي كل يوم. ساعدينا نوصل الأمل لكل ست في مصر.